قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاه انبقى من غير أكفى مبطل لم يرتوي عما تعطشا مثل الكبش جد ذبح في العاشق يما قضى وأهلا وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل بصاير. السلام عليك سيدي حبيبي نور عيني إمامي شفيعي يا ابن الزهراء يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى كل أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى كل زوارك وخدامك في كل بقاع الأرض. أقول هنيئا 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 من القلب لمن يخدم القضية الحسينية ولمن هو يحيي شعائر الله في هذا الشهر الحزين، لأننا نعطي مصداق لما قاله الإمام الصادق، ونحن نسير على نهج إمامنا الصادق ونسير على نهج كل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندما قال أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. نحن نطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى بأن نفعل هذا العمل بإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى، ونحن من جوار ضريح سيد الشهداء وندخل إلى ضريحه المقدس ونزوره. ترجعنا الأحداث إلى يوم عاشوراء، وكأني بذلك الشاعر قد حضر المأساة وتمنى أن يكون ناصرا للحسين، لكن قد يكون الوقت لم يسنح له، لكن كتب أبيات في رحاب مأساة كربلاء. يتكلم في بداية حديثه لكل من دخل حرم المولى أبي عبد الله، لكل من حضر مجلسا في رحاب أبي عبد الله، لكل من خدم في موكبه، الكل يتكلم مع خدام الحسين، وهو كأنما ينشر قضية الحسين من خلال هذه الأبيات النثرية، وهو يقول: يا زائر الحسين، يا أيها الموالي، يا أيها المعزي لسيد الشهداء، يا أيها المشتاق إلى خدمته، قف كي ترى ماذا يرى. راح يصور لنا الشاعر هنا عزيزنا سيد جعفر البازي كتب هذه الأبيات في محبة الحسين وكأنه يرى واقعة الطف. قف كي ترى، قف كي ترى، فلقد رأيت بكربلاء عرش الإله مجدلا. الله 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 الله، ده يمثل القضية بسقوط الإمام الحسين في آخر لحظة من لحظات حياته، ولعنة الله على الشمر اللعين قد جثى على صدر الحسين وهو يحز النحر، وبذلك العمل قد هز عرش الله. وأجميل الصورة عندما يتكلم يقول: قف كي ترى، فلقد رأيت بكربلاء عرش الإله مجدلا، ورأيت أقمار لآل محمد صاغت لنا عقد الوفاء مؤطرة. أي والله، أقمار، أقمار منيرة، أقمار من آل هاشم، قمر كعلي الأكبر الذي هو شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقة. الرواية تقول إذا كانوا يشتاقون إلى رسول الله يجون يشوفون علي الأكبر. قمر لو مو قمر؟ أي والله قمر.
القاسم ابن الإمام الحسن اللي ذيك الواقعة اللي حضر نفسه وإجا للحسين: عم يا حسين أنا أريد أقاتل بين يديك. الحسين تألم هواي على القاسم، رجع مرة ثانية، وبالتالي حدث ما حدث في ذكرى شهادته صلوات الله وسلامه عليه. إذن قمر من الأقمار علي الأصغر عبد الله الرضيع هو أيضا قمر من الأقمار. أبو فاضل قمر العشيرة، بعد هو شخصيات عظيمة جليلة في رحاب عاشوراء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، آل بيت الحسين، أخوة العباس الذين استشهدوا بين يدي الحسين. أقول هنيئا لمولاتي أم البنين التي هي قد ضحت بأولادها الأربعة، لا سيما أبي الفضل العباس، في سبيل ولدها الحسين، في سبيل الله قبل كل شيء. بعد أصحاب الحسين الذين هم أوفى الأصحاب، صدقهم أخمار اللي باوع لوجه حبيب في ذلك اليوم، ذلك الشيبة الكبيرة جاءت من الكوفة حتى تنصر الحسين. قمر لو مو قمر، قمر برير وشخصيات ما أقدر أتوقف عليهم كلهم لأن كلهم أقمار. فاليوم الشاعر من يصور لي هذا الموقف، من يقول ورأيت أقمارا لآل محمد، حتى يعني المحبين لأهل البيت هم التحقوا بركب الحسين، ورأيت أقمارا لآل محمد صاغت لنا عقد الوفاء مؤطرا، قف الثرى في كربلاء مقدس، فبه كليم الله خر لأنه قد أخبرا أن الحسين على الثرى. تعرفون كثيرة هي الروايات التي قد ذكرت موضوعة حضور الأنبياء في كربلاء وحصل ما حصل لهم في رحاب كربلاء، والله أعلمهم أنه هذا الشيء اللي صار لكم لأنكم في كربلاء. أنا أتمنى في بداية حديث عندما أكمل القصيدة أتكلم عن أحد الأنبياء، وهم كثر الذين حضروا إلى كربلاء، أتكلم عن قصة من القصص التي حدثت للأنبياء التي هي تعد مزاراً للأنبياء. ورأيت أقماراً لآل محمد صاغت لنا عقد الوفاء مؤطرا، قف فالثرى في كربلاء مقدس، فبه كليم الله خر لأنه قد أخبر أن الحسين على الثرى، قف كي ترى دمعا لأحمد والمسيح وفاطم ولمريم نهر جرى. وأجميل هذه الصورة نعيدها: قف كي ترى دمعا لأحمد والمسيح وفاطم ولمريم نهر جرى، قف تسمع الرب الجليل مخاطبا: إلهنا لطفك وعنايتك يا الله. قف تسمع الرب الجليل مخاطبا أفلاكه أملاكه: صلوا على نحر الحسين وكبروا، فلقد أمرتكم لآدم تسجدوا كي تعلموا أن الحسين بنسل آدم قدرا. قف تسمع الرب الجليل، قف تسمع الرب الجليل مخاطبا أفلاكه أملاكه: صلوا على نحر الحسين وكبروا، فلقد أمرتكم لآدم أن تسجدوا كي تعلموا أن الحسين، سلام الله على الحسين، كي تعلموا أن الحسين بنسل آدم قدرا. ولقد أمرت الخلق في صلواتهم أن يسجدوا كي يعلموا أن الحسين هو الذي سن السجود وعفرا. الله 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 يا أبا عبد الله، سن السجود وعفر. لي تخفض الخلق الجباه لدى السجود،
لتخفض خلق الجباه لدى السجود، ولكل عضو من حسين مسجد. سل منحرا سل خنصرا. الله، أبا عبد الله في يوم واقعة الطف حتى هذا الخنصر مالته قطعوه لعنة الله عليه. كنت تعرف أن هؤلاء القوم لن يبقوا لك ملابسك، خنصرك على مود الخاتم قطعه سيدي. أي دناءة هذه؟ أي قساوة هذه؟ أي والله قساوة في القلوب كانت غير طبيعية. وللأسف بعضهم يقول قلوبنا معك وسيوفنا عليك. شلون تصير هاي الحالة؟ دلالتها أكل الحرام، دلالتها قساوة القلب. تأتون لي تنصرون الباطل ضد الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لتخفض الخلق الجباه لدى السجود، ولكل عضو من حسين مسجد. سل منحرا سل خنصرا، قف كي ترى ما الصوم ما الصلوات في عرصاتها إلا بقايا قطرة من منحر. الله يا حسين، ما الصوم ما الصلوات في عرصاتها إلا بقايا قطرة من منحر. لألف نهر من صلاة أو صيام فجر، قف كي ترى أن الحسين بكربلا واليوم جئت لقبره. هنيالك اللي اجيت تزور الحسين، وهنيالك اللي راح تتابعنا بعد قليل وتتصل على شاشة قناتنا وبالتالي تسلم على الحسين وتبعث له التعازي بمصاب الحسين. ألسنا قد أسمينا هذا البرنامج حي على العزاء؟ نقبل كلنا على العزاء، أيام عزاء كاملة لكل الموالين في كل بقاع الأرض. ألسنا نقول نحن نسير على نهج أهل البيت؟ كل أمتنا كانوا إذا دخل شهر محرم الأمور غير، تكون أوقاتهم كلها أوقات عزاء على الحسين. فنحن نقبل معكم ونسلم على الحسين ونعزي الحسين بهذا المصاب. شقد جميل من يأتي يوم من الأيام، في ذلك اليوم الذي نحتاج فيه إلى العمل الصالح، في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يأتيك العمل بصورته الجميلة، أنت زرت الإمام الحسين عليه السلام، سلمت على الإمام الحسين عليه السلام حتى لو من خلال الهاتف. بقلبك أنت تستشعر أنه أنت واقف يم الحسين، واقف يم الشباش، تقول له السلام عليك يا أبا عبد الله. سيدي أنا مقصر وياك وأنا هواي أعزيك بهالمصاب. سيدي أنا قلبي ما يعني متألم هواي لمصابك يا أبا عبد الله. شنو أقول أحبائي؟ أقول هنيئا لمن يعزي أهل البيت، هذا العمل يحبه الله ورسوله وأهل بيته الكرام. قف كي ترى أن الحسين بكربلا واليوم جئت لقبره سعيا به متوسلا، فصم الصيام لصومه فبنحره قد خط عهد الله حبرا أحمرا. الله، فصم الصيام لصومه فبنحره قد خط عهد الله حبرا أحمر. قف كي ترى. هنيئا لكل من يحضر مجالس أهل البيت. بعد قليل سننتقل إلى فاصل لأحد خدمة الإمام الحسين عليه السلام الذي هو يحب جدا أن يحضر مجالس الحسين بإذنه تعالى. أقول قف كي ترى، فحسين رب العرش دينا قدرا. سلام على الحسين وعلى خدام الحسين وعلى زوار الحسين وعلى الموالين في بقاع الأرض، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث،
رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين. سلام عليكم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن الرحمة ومهبط الوحي والتنزيل ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أينما كنتم مشاهدين الكرام، أيها المعزون بمصاب مولانا أبي عبد الله الحسين، وباسمكم جميعا أينما كنتم العزاء كل العزاء لإمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. جميل جدا أننا سمعنا هذا الفاصل قبل قليل لقصيدة لأحد خدام الإمام الحسين، وهو يرجو الله ألا يحرمه من خدمة المولى أبي عبد الله الحسين. تعرفون هذا الطلب في كل حالة من أحوال حياتنا، عندما نحضر في أي مكان من أماكن أهل البيت، في مراقد أهل البيت، نرفع أيدينا إلهي لا تحرمنا من الحسين طرفة عين أبدا. منو من عندنا مو أمنية هذه؟ كلنا أمنيتنا أن لا نحرم من خدمة الحسين، ولا من زيارة الحسين، ولا من خدمة زوار الحسين، ولا من شفاعة الحسين دنيا وآخرة. تحية وسلام لكم أينما كنتم في حلقة جديدة في هذا المساء من جواري سيد الشهداء وقمر العشيرة وسيد الوفاء أبي الفضل العباسي صلوات الله وسلامه عليه في برنامج حي على العساء. أنا بودي أن يعني أنوه لكل أحبائنا، لكل مشاهدينا الكرام، أن هناك رقم خاص للواتساب سيكون أسفل الشاشة بخدمتكم لكل رسالة عزائية تريدون أن تبعثوها لسيد الشهداء الإمام الحسين. إن شاء الله نوفق أن نقراها في الحلقة، ونقول يا أبا عبد الله هي لك هذه الرسالة من كل محبيك ومن كل الموالين في كل بقاع الأرض. وأحب أن أنوه أنه يوجد بث مباشر لهذه الحلقة على الفيسبوك والإنستغرام، بإمكانكم أيضا المشاركة فيها، ونكون أيضا في خدمتكم بأن نستقبل المشاركات وبالتالي نقرأها لكل المؤمنين والمؤمنات، لكل مشاهدين الأعزاء في كل مكان، وأيضا نكون في خدمتكم إن شاء الله. سيداتي سادتي، الأرقام ستظهر أسفل الشاشة بخدمتكم للاتصالات والمشاركات في حلقة هذا اليوم من برنامج حي على العزاء. للتحية والسلام على الإمام الهمام، الإمام الشهيد، الإمام الغريب العطشان، سيد الشهداء، وأيضا العزاء لقمر العشيرة إن شاء الله. نكون بخدمتكم من هذا الوقت لاستقبال اتصالاتكم إن شاء الله. بودي أن أتكلم اليوم في محور الحديث عن توجع القلب لمصاب الحسين. ذكرنا في بداية يمكن حلقاتنا اللي سمعنا يوم أمس وقبلها، من منا من لم يتوجع قلبه من أول لحظة من لحظات ليلة الأول من شهر محرم الحرام؟ من منا من لم يحضر عند الحسين الأعداد ليلة الواحد من محرم في كربلاء؟ كانت ما شاء الله كربلاء أنتوا شفتوها عبر شاشات التلفاز، مزدحمة بالموالين، مزدحمة بالمعزين، مزدحمة بالذين يريدون أن يحيون أمر محمد وآل محمد. من أول لحظة لتلك الليلة الصيحات والنداءات لبيك 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 يا حسين، والعيون تذرف منها الدموع حزنا على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. خلينا أكون مع موضوع التوجع القلب لمصاب الحسين، وقلنا هذا الموضوع عند كل الموالين إن شاء الله. بحد ذاته إن ذكر الحسين حتى لو مو محرم، نادي حسين 3 مرات ترى عينك تنهمر منها الدموع مباشرة، لا تدري لماذا. دلالته محبة أهل البيت ومحبة الحسين بشكل خاص. هذا التوجع فيه ثمرة حتما لكل الموالين، ثمرته كما جاء في الحديث الوارد عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، إن الموجع قلبه لنا ليفرح عند موته.
ليفرح عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض. أحبائي اليوم احنا يمكن اللي يفكر انه موضوعة الموت يخاف منا كثيرا، حتما الموت حق على كل الموالين، على كل الناس حق، على كل من خلقه الله الموت حق. لكن عندما يأتي جميل، خلي أتوقف هنا وأخذ اتصال لأخت ابتسام من السماوة، ومن ثم أعود مع مشاهدينا الكرام. تحية وسلام لكل مشاهدينا، وعظم الله أجوركم إن شاء الله. الأخت ابتسام أنتم على الهواء مباشرة، عظم الله أجوركم بمصابنا بإمامنا بحبيبنا سيد الشهداء عليه السلام. أتمنى من مشاهدينا أنه يسمعونا من سماعة الهاتف ويبتعدون عن التلفزيون. ابتسام تسمعينا؟ أخت ابتسام؟ على كل حال احنا أتمنى من كل مشاهدينا الكرام اللي يحب اليوم يسجل اسمه عند الحسين من المعزين له بمصابه في شهر محرم الحرام، أتمنى يبتعد تماما عن التلفزيون ومن يسمعنا مباشرة. على كل حال نسمع صوته. الأخت ابتسام عودة الاتصال، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، عظم الله أجوركم. أقدم لكم أحر التعازي الإمام صاحب العصر الزمان لجميع المؤمنين والمؤمنات. عظم الله أجوركم، وإن شاء الله عزاءكم مسجل عند الإمام صاحب الزمان، روحي فداه. نسألكم الزيارة والدعاء عند الإمام الحسين على السلام وعند أخي فضل العباس. في الخدمة إن شاء الله، حتما بالخدمة إن شاء الله. أتقدم لكم أنا شاعر خادمة الزهراء، أتقدم لكم دار من الإمام الحسين عليه السلام. تفضل تفضل تفضل. أقول ما كان مضت لا لا ولا مية أعوام بهاللحظة كان حسين يتكرس أسهام. لا إله إلا الله. بهاللحظة كان عباس مدمية عينه ويما الطفل مذبوح وتكون سكينة. سلام الله عليه. بهاللحظة كان سنعاد ذيك الرزيح ويولنا على الماي سكنة ورقيه. وأسألكم الزيارة والدعاء لي ولوالدتي لجميع المؤمنين والمؤمنات. إن شاء الله مسجلين. المرضى إن شاء الله. آمين. هذه الأبيات تشفع لكم عند الحسين إن شاء الله. شكرا جزيلا. وأنوه دائما لكل مشاهدين الكرام أرقامنا أسفل الشاشة بخدمتكم لبعث العزاء لسيد الشهداء، وأيضا هناك رقم خاص للواتساب لكل المشاركات التي تحبون أن تكتبوها، تحبون أن تنثروها عبر شاشتنا إلى حبيبكم سيد الشهداء عليه السلام. وأنوه أن هناك بث مباشر على صفحة القناة على الفيسبوك وعلى الانستغرام إن شاء الله، نكون في خدمتكم بإذنه تعالى. جيد، خلي أستذكر الحديث الوارد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يعني بما مضمون حديثه يعطي ثمرة لذلك الإنسان المتوجع القلب لمصاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما قال إن الموجع قلبه لنا ليفرح عند موته فرحة. شكد جميل الإنسان يموت يذهب إلى الدار الآخرة وهو فرح. الله، نحن نذهب إلى قد يكون إلى مكان لا نعرفه، لكن عندما يطمنون أهل البيت بأحاديثهم بالأعمال التي تكون نابعة من القلب، مرتكزات كل أعمالنا ترى القلب الأساس، إذا كانت نابعة من القلب بإخلاص، أنا اليوم أنا متوجع لمصاب الحسين وأبكي الحسين من كل قلبي، ما أريد أشوف فلان 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 أنه أنا إذا أبكي، هذا الإنسان يتحصل على فرحة عند موته، ليفرح عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض، مدة ليست بالقليلة. خلينا نأخذ زهراء ولنعود إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله أجوركم بإمامنا الحبيب والشفيع الإمام المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نعم عظم الله أجورنا وأجوركم. بس لو سمحت أتمنى تدعي لي وتزور الإمام الحسين أخي إمام العباس. بجواره وبالتالي أحبانا وأخوانا وأصدقانا إذا شاهدون بالخدمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله في الخدمة.
هذه أيام العزاء على سيد الشهداء، أي مكان تذهبي، مجلس للحسين تحضرين، تسمعين محاضرة للحسين، أي شيء عمل للحسين انويه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، واطلبي في ذلك المكان اللي إن شاء الله الزهراء تحضره، كل مجالس الحسين تحضرها الزهراء على قول أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. هناك مواطن استجابة الدعاء، ادع من كل قلبك راح تحصلين على ما تريدين يا أختي زهراء. نعم هاي أختي تشترك عن تزوري مال الحسين عليه السلام. تفضلوا بخدمتكم. تفضلوا. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. لا زعم عليكم تكتب اسمه الجبر الزريح. يعني إن شاء الله إحنا في جوار أبي عبد الله الحسين يسمعك قبل أن تتكلمي بهذا الكلام إن شاء الله. السلام عليك يا أبو عبد الله. السلام عليك سيدي كربلاء. السلام عليك يا أبو الفضل العباس. أجركم الله. أجركم الله. اسم حضرتكم من ويانا؟ قطع الاتصال إن شاء الله ما أجور. أنا قلت أنا عندي يقين بهذا الموضوع، أنتوا تتصلون على الحسين مو تتصلون على البرنامج، لا أنتوا مباشرة قلوبكم إن شاء الله مع الحسين، ما نحن إلا وساطة بينكم وبين حبيبكم، بين إمامكم، بين شفيعكم سيد الشهداء الإمام الحسين عليه آلاف التحية وآلاف السلام. على كل حال نكون في الخدمة حتما لكل من يتصل ويشارك معنا. نقول إن شاء الله نقف أمام ضريح الإمام الحسين، نقول يا أبا عبد الله فلان وفلان وفلان من محبيك من معزين لك، هم قد بعثوا التعزية لك ويريدون الخير الكثير الكثير منك يا أبا عبد الله بهذا المصاب. معنا نورس من الكوت، تفضل يا نورس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجر كل مشاهدينا. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، هذا النداء إلى آخر لحظة من لحظات حياتنا، ننادي لبيك يا حسين إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدي ومولاي أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدتي ومولاتي جبل الصبر زينب ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عمودات اسمح لي اليوم عندي مشاركة. تفضلي بابا. وأهديها لكل الخدام إن شاء الله. تفضلي مأجور إن شاء الله. شكرك رحم الله والديك. يقول الحسن وحسين ماكو فرق بيهم ورسول الله ويا بنت انفجع بيهم. أنا ختمهم وعندي أمل بيهم يحضروني من نازع بالمنية. يحضرون. يحضروني من نازع بالمنية. يحضرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت تكلمت يا نورس في رحاب ما ذكرناه قبل قليل في محور حديث حلقتنا لهذا اليوم، توجع القلب لمصاب الحسين، وقلنا أنه الإنسان الذي يتوجع لمصاب الحسين، لمصاب الحسن، لمصاب كل أهل البيت، تكون لديه فرحة عند الممات، أهل البيت يوصون بها، تقول هاي الفرحة تبقى في قلبه حتى يرد علينا الحوض، يعني إلى يوم القيامة نشرب من حوض الكوثر من يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وندخل الجنة بكل فرحة إن شاء الله. إن شاء الله جميع خدام الحسين. ومقلتك الدعاء وزيارة عمو، وأتمنى أن ما تنسى أبويا من الدعاء إن شاء الله في الخدمة. في الخدمة نحن ذكرناه قبل يومين يا عمو. اسمه ضياء يمكن ذكرتونا صحيح. ذكرناه إن شاء الله عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه. رحم الله والديك، ربي يوفقك إن شاء الله. التوفيق لكل مشاهدينا. بارك الله فيكم. بارك الله. بارك الله. في أمان الله. شكرا وحفظه ورعايته. في أمان الله وحفظه ورعايته. خلينا نتواصل مع مشاهدينا الكرام، وما زالت الأرقام أسفل الشاشة بخدمتكم لكل من يبعث التعازي إلى إمامنا وحبيبنا ونور عيننا. أي والله حبيبنا، أي والله نور عيننا، اللي إحنا نتكلم وهو بجوارنا ونقول له يا أبا عبد الله أريد تأخذ بيدنا، كلنا إحنا تأخذ بيدنا إلى التوفيق والتسديد إلى خدمتك يا أبا عبد الله، إن شاء الله تأخذ بيدنا لأن نكون أن نركب في سفينتك، ألست سفينة النجاة يا أبا عبد الله؟ وكل هل العالم تتمنى أن تركب هذه السفينة وتتمنى أن تستنير بدربك يا أبا عبد الله، وأنت مصباح الهدى يا نور عيني يا حبيبي.
على كل حال هواتفنا أسفل الشاشة بخدمتكم، وبالتالي أيضا رقم الواتساب أيضا في خدمتكم لكل رسالة تحبون أن تبعثوها عبر البرنامج. ولا يعني ننسى أن نذكركم دائما بأنه يعني هناك بث مباشر على صفحة القناة على الفيسبوك والإنستغرام. يعني يشير زميلنا المخرج الله يحفظه ويسدد خطاه ويحفظ كل كادرنا العزيز ويسدد خطاهم ويقضى حوائجهم، لأنهم يعني إن شاء الله جد يعني حقيقة خدام أوفياء للإمام الحسين عليه السلام. سكينة من البصرة الاتصال القادم، سلام عليكم، عظم الله لكم الأجر بمصابنا بحبيبنا الحسين عليه السلام، تفضلي سكينة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وعظم الله اجركم. واجرنا بالمسافه الجليله في مصطفى عبد الله وفي صوت العباس. ماجورين. السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابو صوت العباس، السلام عليك يا ابو صوت العباس. نعزي السيده زينب في مصابه الجلل، في مصابه على اخواتها. ايوه. نعزي ونواسيه دمعتي يا سيد بلاء. يا رب وكل بلدان المسلمين إن شاء الله بعافية وبخير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بحق محمد وعلى محمد. تفضل يا سكينة. أيوة. مصاب جلل وقلوبنا متوجعة لمصاب الحسين حتما والله. إن شاء الله مسجل عند الحسين يا سكينة. وكل مشاهدينا وكل أعزائنا مسجلين عند المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بالمناسبة قبل ما أخذ اتصال من أم حسين من البصرة، يعني مشاهدينا الكرام رقم الواتساب ليس للاتصال، يعني أرقام الاتصال أسفل الشاشة بخدمتكم للاتصال والمشاركة، ولكن الواتساب مخصص فقط لرسائلكم لو سمحتم. أم حسين من البصرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم حسين تفضلي. نعم نعم، الناصرية، السلام عليكم. من الناصرية، تحية وسلام لأهلنا في الناصرية وكل محافظاتنا وكل من يسمع ويشاهد هذه القناة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعزيكم هذه الأيام الأليمة. أجركم الله. هذه أيام الحزن والأيام والألم. أي والله أيام حزن أيام وألم. أيام الحزن والألم يا سيدتي يا مولاتي يا زينب. أي والله. السلام عليكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الله يحفظكم وينصركم ويخليكم. وياك عندي شويه على مود السيده زينب تقول اي الى اخويا اللي بفاضل تقول لاخويا لا ترافقنا ومشينا اي وعباس قدام الضعينه، يعني اجى هو قدام الضعينه يعني يباري لها شلون تمشي وشلون تقعد، كل ساعه علي تثير عين، يعني كل ساعه تثير عين على السيده زينب خاف تعبان. اه يا ابو الفضل. كل ساعه عين تثير لي تعين على يا زينب، يقول اخويا يقول اخويا البطل خايف علي، تقول لي استراحي لك شوي زين، من جيت من الشام بياض قال لك استراحي لي شوي. الله يسعدك. تقول لي اخويا عساك اخويا ما تعبتي. شو تريدين عد عينات يا اختي وينشف بجسد متعين عليك، ما طول عليكم يا اتصالات يا بعد روح اليوم، الله يخليكم يحفظكم ان شاء الله ويعاملكم يا رب. ماجوره هذه الايام الاليمه، مسؤولين من عمل الله عليكم ويخليكم يحفظكم. ماجوره شكرا شكرا ام حسين. شكرا ومأجورة، وإن شاء الله من خادمات زينب المخلصات يا أم حسين، وكل بناتنا إن شاء الله وكل خواتنا اللي شاركن وكل أخواننا إن شاء الله هم حسينيون هم زينبيون، يعني ماذا أقول، هم خدام أوفياء لكل أهل البيت عليهم السلام. على كل حال يعني سادة الكرام حبينا نذكر أنه الآن في كربلاء المقدسة العزاء الحسيني متواصل من قبل خدام الإمام الحسين في كربلاء المقدسة، كل الأطراف الآن يعني الواحدة تلو الأخرى كما ذكرنا لحضراتكم سابقا، هي تأتي لتعزي قمر العشيرة أول شيء، تلك الجوقات تقف أمامه وتنادي وتلطم وتأتي إلى بين الحرمين ومن ثم تدخل إلى حرم المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام بتلك الجموع الغفيرة اللي هم عندهم يقين تام عندما يدخل للحسين، الملائكة الموكلين بالبقعة المباركة لسيد الشهداء هم يسجلون كل خدام الحسين اللي يدخلون يعزون الحسين. هنيئا للمعزين. اي والله هنيئا، والله انا اغبطكم يا اعزائي.
اللي عنده التزام يوميا يطلع قد يكون من الصبح، قد يشارك بالموكب مات بحضور بالهيئة بالتكية، يحضر يطبخ يوزع ماي يوزع شاي، يشارك بعزاء الحسين، يأتي يستمع إلى مجلس حسيني، يأتي ختام يومه بالليل يوصل للحسين، يذرف دفعة على الحسين، ينادي يا أبا عبد الله يا حسين لبيك يا حسين، يلطم على صدره ويقول سيدي أتمنى كل ما سويت اليوم هو في خدمتك في موالاتك. صحيح لو لا؟ أنا أقول لسان حالكم هذا. خلي ناخذ أم حيدر من بغداد. تفضل يا أم حيدر. السلام عليكم ورحمة الله وعظم الله أجركم. وعظم الله أجركم معالي صاحب العصر والزمان في هذا المقام. أجركم الله يا أبو عبد الله. والله مأجور أم حيدر، ومأجورين كل مشاهدين. مأجور أم حيدر. ونطلب من الإمام الحسين عليه السلام الشفاء إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. مشكور. أنا عندي يقين إنه يسمعني أبو علي سيد الشهداء. إن شاء الله. ما تطلبون في قلوبكم هو واصل ومقبول وتتحصلون على الخير كله. يعني دمعة مرحومة أم حيدر، وإن شاء الله كل مشاهدينا دمعتهم مرحومة إن شاء الله. شوفوا الإنسان أول ما يذكر الحسين يبكي. هذا هو توجع القلب اللي ذكرناه. الله يتقبل منكم أم حيدر. مأجورين إن شاء الله. سادتي الكرام، نعود إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم، لكن خلونا نخرج معكم لمشاهدة العزاء الحسيني لأحباب الإمام الحسين الذين يدخلون الحرم العباسي المقدس وحرم الإمام الحسين لإقامة العزاء على سيد الشهداء، ولنعود إن شاء الله. عظم الله لكم الأجر. Let's go!
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام. يعني شاهدنا قبل قليل هؤلاء المؤمنون الطيبون المعزون للإمام الحسين وهم ينشدون بهذه الردات عزاء وولاء لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أقول هنيئا لكم وتقبل الله أعمالكم وأشركنا الله في صالح أعمالكم الطيبة أيها الحسينيون الأصلاء. أنا أذكر مرة ثانية أرقامنا للاتصال أسفل الشاشة بخدمتكم للاتصالات، وهواي جميل أنه نبعث عزائنا للإمام الحسين عليه السلام. خلي هذا التواصل ما بين القلوب بين قلبكم قلب الحسين وهذا التوجع لمصاب الحسين مستمر، وتجديد العزاء والموالاة للحسين أيضا مستمر. أحبائي هواتفنا أسفل الشاشة بالخدمة، وأيضا اللي رقم الواتساب أيضا في خدمتكم، وأيضا ننوه أن هناك بث مباشر على صفحة القناة على الفيسبوك وعلى الإنستغرام. خلي أكون بخدمتكم بالموضوع الأخير اللي أسولف بيها للموضوع مالتنا توجع القلب لمصاب الحسين، وأعود لأقرأ الرسائل الكثيرة التي وردت عبر الواتساب وعبر صفحتنا على الفيسبوك. توجع القلب اللي هو ثمرته أن يكون الإنسان فرح عند موته، كما قال الإمام أن الموجع قلبه لنا ليفرح عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض. الله، كل هذا الوقت يموت الإنسان قد يكون في عالم البرزخ إلى أن يعني يوم القيامة إحنا بذاك الحال اللي نحتاج إلى أنه يعني رحمة المولى عز وجل ربنا تبارك وتعالى ورحمته وسعت كل شيء، ونحن نطمح برحمتك يا الله، وأنت رحمن الدنيا والآخرة يا الله. نطمح أيضا بشفاعة أهل البيت عندما يجيك أمير المؤمنين يقول أنت كنت متوجع قلبك لمصاب الحسين عليه السلام أو لمصائبنا بشكل عام، قل له إيه يا مولاي يا أمير المؤمنين، يعطيك بيده الكريمة كأس ماء من حوض الكوثر لا تظمأ بعده أبدا، وإن شاء الله الفرحة بعدها جوار أهل البيت في الجنة إن شاء الله. في بداية القصيدة اللي ذكرناها في بداية الحلقة اللي كان من ضمنها قف فالثرى في كربلاء مقدس فبه كليم الله خر لأنه قد أخبر أن الحسين على الثرى. من هو كليم الله؟ كليم الله هو نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام. تذكر روايات أنه نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام كان ذات يوم سائرا ومعه وصية يوشع بن نون، فلما جاء إلى أرض كربلاء انخرق نعله وانقطع شراكه ودخل الحسكة في رجليه وسال دمه. ناسأل موسى: إلهي أي شيء حدث مني؟ أنا خطأت أذنبت حتى يكون هذا هاي الحالة اللي أصير بها آني؟ إلهي أي شيء حدث مني؟ فأوحى الله تبارك وتعالى له إن هنا يقتل الحسين عليه السلام، وهنا يسفك دمه، ودمه يسفك دمك ودمه موافقة لدمه. فقال: ربي ومن يكون الحسين؟ فقيل له: هو صبط محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وابن علي المرتضى. فقال نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام: ومن يكون قاتله يا ربي؟ فقيل: هو لعين السمك في البحار والوحوش في القفار والطير في الهواء. فرفع موسى يديه ولعن يزيدا ودعا عليه وأمن يوشع بن نون على دعائه ومضى لشأنه. ليس فقط النبي موسى هو من دخل ووصل إلى كربلاء المقدسة وحصل ما حصل له، هناك كثير من الأنبياء وصلوا إلى كربلاء وحدث معهم موقف سألوا الله سبحانه وتعالى لماذا حصل لهم ذلك الموقف، الله أعلمهم
بأن هذا المكان مكان قتل الحسين ابن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك لعنوا قاتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سلام عليك يا أبا عبد الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا 100 مرة. أنا أتمنى أنه في الحلقات المقبلة في كل حلقة أذكر فرد موقف من المواقف للأنبياء وهم قد زاروا كربلاء المقدسة. هناك يعني رسائل كثيرة وصلت عبر الواتساب، يعني كما قلنا صاحب الاتصال في الخدمة إن شاء الله مخرجنا العزيز، هناك اتصال عبر الواتساب. أتمنى منك إذا أحببت أن تتصل ونسمع صوتك الكريم أخي أو أختي الكريمة اللي ديتصلون على الواتساب، هناك رسائل أو هناك أرقام للاتصالات أسفل الشاشة للاتصال والمشاركة معنا بإذنه تعالى. خلينا نقرأ من بعض الرسائل التي وصلت. أم دعاء الرماحي تصلي على محمد وآل محمد وتقول: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين وعلى أخته زينب الحوراء جبل الصبر. مقبولة أم دعاء منك هذه المشاركة لزينب الحوراء وللإمام الحسين. أحمد الخالدي يسلم: السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، أجرك الله. زينب تقول: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أيضا هناك من ضمن المشاركات فيها ألقاب، سامحونا ما نستطيع أن نذكر لقب. إذا أحببتم أن تشاركوا في صفحة القناة اذكروا اسما إذا أحببتم أن يذكر. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. نصر يصلي على محمد وآل محمد ويقول: السلام عليكم يا أمة الهدى والنور والتقوى. أحمد الخالد أيضا بمشاركة أخرى يسلم على الحسين: شكرا أحمد وإن شاء الله مأجور بحق محمد وآله الطاهرين. رسالة: قلدتكم دائما الدعاء والصلاة والزيارة والقراءات والصلوات والذكر والتسبيح، بالتالي عن الإمام صاحب الزمان وعني من اليوم إلى يوم مماتي وبعد مماتي، إن شاء الله مأجورين عنكم وأقربائكم وأهلكم وأصدقائكم. ما مذكور بها اسم لكن حبيبنا الحسين هو يعرف من بعث هذه الرسالة إن شاء الله. أيضا هناك تحية وسلام وتعظيم الأجر من أحد الأخوة والأخوات مذكور لقب: عظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل الله عزاءكم. شكرا، تقبل الله عزاءكم أيضا مشاهدينا وأحباء الإمام الحسين عليه السلام. أسألكم الدعاء إن شاء الله في الخدمة. قلدتكم سهير قلدتكم الدعاء والزيارة في الخدمة. عظم الله أجوركم في رسالة أخرى. منتظر السعداوي يقول: يا حسين دخيلك إن شاء الله الحسين بإذنه تعالى يكون ناصرا لكل محبيه في الدنيا والآخرة. مصطفى الجوراني يسلم على الحسين وعلى علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وعلى حامل لواء الحسين، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. شكرا مصطفى. أيضا في رسالة لإحدى الحسابات على الفيسبوك: قلدناكم الدعاء والزيارة. صدقوني نحن نسعد بأن نكون في خدمتكم عبر هذه الشاشة بأن نوصل صوتكم لإمامنا الحسين. وأنا عندما أتكلم إمام الحسين أمامي الآن، ضريح الإمام الحسين أمامي، وبالتالي يعني حرم المولى أبي الفضل أيضا بجوارنا هم يسمعون كل هذه التحيات والسلام لهم، وإن شاء الله نذكركم بعافية عندهم. أم نغم يعني تقول: عندنا مرضى الدعاء، نسألكم الدعاء إن شاء الله في الخدمة. زينب الناصري: نلتمس منكم الزيارة والدعاء لي ولوالدي، رحم الله والديكم، إن شاء الله نكون في خدمة كل مشاهدين الكرام. يا حسين أيضا في تحية وسلام للحسين. أيضا بعض الرسائل: السلام عليك يا أبا عبد الله. أم نغم أيضا تسلم على الحسين وتقول: يا حسين لبيك يا حسين، سلام على الشفاه الذابلات من العطش، سلام على الدماء السائلات يا أبا عبد الله وعلى كل أهل بيتك، إن شاء الله مأجورين. أيضا هناك بعض الحسابات على الفيسبوك بعثت بتحية وسلام وتقليد الزيارة والدعاء، وأحمد الحلاوي يقول: عظم الله أجوركم. تحياتنا بأحمد ولكل المشاركين والمتابعين معنا. زينب تقول: السلام عليكم يا سادتي وموالي يا أبا عبد الله يا أبا الفضل، أيضا نلتمس منكم الزيارة والدعاء لي ولوالدي، يرحم الله والديكم، إن شاء الله يرحم أمواتكم وأموات شيعة أهل البيت. أيضا هناك: يا حسين، هناك تحية وسلام
لسيد الشهداء. من ضمن المشاركات أيضا قلدتكم الزيارة والدعاء، أنا أتأمل أن أقرأ كل مشاركاتكم. هذه الرسائل وصلت عبر الفيسبوك، لدينا دقيقة في ختام هذه الحلقة. أيضا نتمنى كل رسائلكم ما تروح حتى يوم غد إن شاء الله نوفق أن نقرأها أيضا ونكون في خدمتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. أيضا مريم تعظم الأجر بهذا المصاب، أحمد أيضا يعظم الأجر بهذا المصاب. أيضا رسالة تصلي على محمد وآل محمد وتقلد الدعاء والزيارة. ليلى تقول حبيبي يا حسين قلدتكم الزيارة، السلام عليك يا أبا عبد الله. ليلى تقول قلدتكم الدعاء والزيارة نكون في الخدمة. رانيا أيضا تقلد الدعاء والزيارة. أبو علي أيضا يسلم على الحسين، وإن شاء الله كل سلامكم واصل لسيد الشهداء، السلام عليك يا قتيل العبرات. وأيضا التحية والسلام التي وصلت إلينا عبر الفيسبوك، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. بالمناسبة ما أعرف والله رسائل جدا كثيرة وصلت إلينا، أتمنى أن نوفق أن نكون في خدمتكم وواصل إن شاء الله إلى سيد الشهداء. أنا أبعث لكم تحية وسلام من كادر البرنامج، برنامج حي على العزاء. إلى الملتقى معكم في يوم غد بإذنه تعالى وحلقة جديدة في رحاب حبيبنا سيد الشهداء. إلى أن نلتقيكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشا، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى وأحلى وقليل الناصير، لمصيبته كل شي بجد وضل حايل وصار